كل الحق. حق الله يا باشا. اصل ريتشارد ده كان جدع طيب وابن حلال، الله يرحمك يا ريتشارد. سبحان الله، ده انا لسه كنت عنده يا باشا. وكنت عنده بتعمل ايه؟ اصل المرحوم الله يرحمه يعني كان متعود ياخد من عندنا من المحل بيره بالكراتين. بيره؟ ايوه يا باشا، ما انا اصل سعادتك يعني شغال في محل بيره. ايوه بس انت مكتوب في البطاقه سباك يا روح امك. ايوه يا باشا، ما انا كنت شغال فعلا سباك، بس اكل العيش بقى يا باشا يعني، وكنت عايز انطق من نفسي بقى. رحت له الساعه كام بالظبط؟ تقريبا 8:30 يا باشا. اصله سعادتك كان طالب مني طلب مخصوص وانا جبته له، اصل ده زبوني. زبونك كان طالب منك ايه يا ابو الشوق؟ ازازه التكيلة يا باشا، وانا جبتها له مخصوص من السوق الحره. اصل الله يرحمه بقى كان مزاجه عالي قوي، كان غاوي تكيلة وليمون. لا ما شفتوش. امال انت جاي ليه؟ انا جاي اشهد شهادة زور. ايوه يا سيادة القاضي، جاي اشهد شهادة زور، بس غصب عني مضغوط عليا. الاستاذ منير اللي هو سكرتير المدير اتفق معايا انه يديني رشوة 10,000 جنيه علشان اشهد شهادة زور للراجل ده. باشا انا ما نمتش طول الليل، ضميري كان بيأنبني. ثلاثة بالله العظيم ثلاثة باشا، انا كنت قاعد بره القاعة بادي على نفسي بالشلل عشان ما اخشش القاعة دي واشهد على الراجل ده ويبقى ذنبه في رقبته. الراجل ده ما ولعش المخزن يا باشا، ما ولعش المخزن يا باشا، ثلاثة بالله العظيم ما ولع المخزن يا باشا. انصدينا انصدينا يا كعب، والله العظيم انت ابن حلال، والله العظيم انت ابن حلال. لو بتكذب هحبسك يا عامر. انا قلت الحقيقه يا باشا، واللي انت شايفه سياده القاضي احكم بيه، بس انا قلت الحقيقه وريحت ضميري. اتفضلوا. الشهود دول كلهم بقى كده بربطة المعلم مالهمش أي لازمة. إحنا قدام لغز كبير، وحل اللغز ده في إيد اتنين مالهمش تالت. آدم عبد الحي